مرحبا. جولة بداية الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي بلشت هلأ، وحنحكي فيها عن أبرز الترندز اللي انتشرت بيوم الويكند، وحبلش بالعناوين سريعا ومن دون أي تأخير. والبداية من مراسم تتويج الأمير تشارلز يلي عملت ضجة وأثارت جدل كبير بعدة مواقف صاروا، وميسي عم يعتذر من ناديه ليش؟ حنعرف ضمن سياق الحلقة. أما الختام مع المثير للجدل دايماً وأبداً محمد رمضان، لهيك خلونا نبدأ فوراً أول خبر وأول لوجين على تويتر. من أكثر الأخبار يلي انتشرت بيوم الويكند هو خبر أو مجموعة فيديوز لتتويج الملك تشارلز وزوجته على عرش المملكة المتحدة. وعلى الرغم من الضجة يلي صارت حول تكلفة مراسم التتويج ويلي وصلت ل 190 مليون دولار، إلا أنه هي المراسم ما مرقت مرور الكرام، وخصوصاً على رواد السوشيال ميديا يلي لاحظوا عدة أشياء. وأولاً أنه الأمير هاري كان متواجد لحاله ومن دون زوجته ميغان ولا حتى مع أي حدا من قرايبينه، وكان واضح عليه أنه متواجد بعيد عن الكل، وملامح الخجل أو الارتباك كانت واضحة على وجهه. وتم التصريح لاحقاً أنه حيرجع لعند عائلته لحتى يحتفلوا سوا بعيد ميلاد أرتشي ابنهم ومع بعض. مو بس هيك، ومن الفيديوز الأكثر انتشاراً كانت المظاهرات يلي عم نشوفها وعم تمرق حالياً يلي سبقت حفل التتويج، فرفع مئات الناشطين لافتات مكتوب عليها مواطنون لا رعاية وألغوا الملكية وطالبوا أو الملكية وطالبوا بتحويل النظام الحاكم من ملكي لجمهوري. بالمقابل تم توقيف المتظاهرين ومصادرة مئات اللافتات لحتى تضج السوشيال ميديا ورواد بهذا الخبر، والكومنتس المشترك بيناتهم كان إنه هي هي الديمقراطية، وآخرين علقوا باستهزاء على تكلفة الحفل الباهظ وقالوا إنه حتى لو كلفت أضعاف هذا المبلغ رح يعملوه. الزلمة صار له 70 سنة ناطر، يعني لو مات بكرة أو يلي بعده بيكون حقق حلمه، خليه يفرح له شوي حاجة. طبعاً قصص كتيرة صارت بهذا الحفل وعلقوا عليها رواد السوشيال ميديا، وإذا بدنا نحكي عنها بتخلص الحلقة وما بنخلص. تاني أخبار جولة اليوم وتاني لوجين على إنستغرام. وحننتقل بتاني أخبار جولة اليوم على عالم الرياضة ومشاهيرة، وبالتحديد لعند ليونيل ميسي اللي انتشرت صورة لإله ضمن الأسبوع الماضي هو عم بيقضي إجازته مع عائلته بالسعودية، ولكن هي الصورة كمان ما مرقت على خير أو بشكل طبيعي، ولكن على ما يبدو عملت له قصة ومشكلة. فبسببها قدم النجم الأرجنتيني اعتذاره لناديه باريس سان جيرمان الفرنسي وأيضا لزملائه من بعد هاي الزيارة ومن بعد خسارة فريقه بالدوري المحلي ومن دون إذن ناديه تم السفر. ميسي شارك المقطع الفيديو يلي عم يمرق حاليا على حسابه الخاص على إنستغرام، وقال إنه كان يمكن مفكر إنه حيحصل على يوم إجازة أو على يوم راحة من بعد هاي المباراة مثل ما كانت العادة بالأسابيع الأخيرة، وقال إنه كان منظم هاي السفرة سابقا وما قدر إنه يلغيها، فاعتذر من زملائه وكان بانتظار قرار النادي وختم، وقال أطلب الصفح من زملائي ومن النادي. طبعا مدرب باريس سان جيرمان أدلى بأول تعليق له على قضية إيقاف ميسي من بعد الزيارة وبسبب سفره للسعودية من دون موافقة النادي، وقدر أنه يختار كلماته بعناية وضمن مؤتمر صحفي، وقال تم إبلاغي من قبل إدارتي بقرار إيقاف ميسي، من بعد إبلاغي بهالقرار أنا أخذت قرار أنه ما أعلق على القصة، أنا مجرد موظف بهذا النادي وما حعلق. وسائل إعلام أشارت أنه تم إيقاف ميسي عن اللعب لمدة أسبوعين ليجي كومنت كثيرة من رواد السوشيال ميديا على هذا الفيديو اللي عم يمرق حالياً، ويقولوا أنه الاعتذار من شيم الكبار. يعني مثير للجدل ويمكن مثير للغضب بالنسبة للكتار. مع الخبر منكون وصلنا لنهاية جولتنا اليومية. أكيد لكل الأشخاص يلي حابين يشاركونا الأخبار أو الفيديوز أو القصص الترندز يلي عم بيشوفوها على السوشيال ميديا، ببساطة بتقدروا تفوتوا على صفحة لوجين أو حتى على صفحة قناة سمع رسمية وتتركوا لنا كل الكومنتس وحتى الفيديوز واللينكات والقصص يلي حابين نحكي فيها وعنا. يعني هي كانت حلقتي وهدول كانوا أخباري، برجع بشوفكم بكرة إذا الله راد بلفة جديدة وجولة جديدة على مجموعة مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هلأ لوقتها ضلكم بألف خير. باي باي.